قدم محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين التهنئة لنيافة الأنبا ماركوس أسقف كفر الشيخ ودمياط بعيد الميلاد المجيد بكنيسة القديسة دميانة في مدينة كفر الشيخ. من جانبه أعرب الأنبا ماركوس عن خالص شكره لمحافظ كفر الشيخ والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على تهنئتهم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يجعله دايما عام للحب عام للسلام، وهو ده الدفء اللي مصر بتتمتع بيه دونا عن بلاد العالم كله. يعني أي حد فينا يروح أي بلد خارج مصر ما يحسش بالدفء الوطني ده، ودي ميزة تتميز بيها مصر وشعب مصر.